طيب نرجع لعبد الله الحافي. تمام عبد الله الحافي انا شهادتي فيه يعني مجروحه صراحه والله يا شباب، كل ما اجي القاه ينام بمسجد، يعني ذكرني العتبان ترى بعمدي ما شاء الله عليها. انا ذكرني كلهم ها ولا قصر بقبيه ثانيه، انا ذكرني بعبد الله الروقي ابو سعد الله يذكره، كان ينام عندنا بمسجد. جيت هنا شفت عبد الله الحافي، طلع علي عبد الله الروقي تبارك الرحمن، يعني محافظ على النقاط، محافظ على الصلوات، اموره ممتازه، عسى الله يوفقكم جميعا. عبد الله الدفير والله محافظ، والطاهر محافظ، كلهم محافظين، الله يوفقهم جميعا. والله العظيم ان ننبسط يا شفناكم متفوقين ومبسوطين الحمد لله، وننبسط معكم الحمد لله. طيب علي عبد العزيز ايمن ايوه تركي تعالوا معي، لكن ابشرك احنا نتنافس على النقاط. لا ما في صدمة الحين، الحين اللي خسر خلاص يروح براين مروعد.